مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما وعدناكم في الموضوع ديال زكريا، لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو. مشاهدينا الكرام، زكريا كان مع الطبيب محمد الكحلاوي، طبيب نفساني اللي حاول ما أمكن، وهو مشكور أنه يساعد زكريا في الظرفية الراهنة. غادي نشوف اللقاء ديال زكريا مع الطبيب. زكريا كيفاش كيشوف الأمور؟ زكريا شوية، الحمد لله. اليوم كنتي مع الدكتور الكحلاوي ساعة وانت وياه، عاودتي معاه، عاود معاك، يعني نفسانيا الوضع ديالك كي داير؟ عاودتي لي كلشي. مشيت قلبي شوية، واخا انا من الطبع ديالي معزيش عليا نعاود، المهم فشيت قلبي، عاودت داكشي اللي خاصو يشكل. زكريا، الطبيب عطاك الدواء، عطاك مجموعه من الامور اللي غتبدا بها. كيفاش كتشوف انت الامور؟ كيفاش كتشوف انك تساعد انت بمجهود ورفقه العائله، كما قال لنا الطبيب، الدعم النفسي ديال العائله، ديال الناس، وشويه ديال الادويه بواحد الظرفيه مؤقته، باش تعاود ترجع للمجتمع بحال زكريا القديم بدون التاثيرات؟ كيفاش، شنو هو المجهود اللي كتشوف انت خصك انت ديره؟ انا الطبع ديالي قوي، ان شاء الله غندير مجهود وغنولي بخير. نتبع مع الطبيب ونتبع الادويه اللي عطاني، ان شاء الله نتمنى من الله نولي بخير. زكريا، غادي تعطيني شنو هو الطموح ديالك؟ شنو اللي كطمح دابا، اللي كتشوف اولويات بغيتيها انت؟ لانه في هذا الفيديو ان شاء الله غنوضع رقم الهاتف ديالك وغادي يتواصلوا معاك المغاربه. المغاربه راه فيهم الخير، راه ماشي كل شيء بحال هذاك السمسار اللي القانون ما غيكونش رحيم معاه. كاينين ولاد الناس، كاينين بنات الناس، الجاليه المغربيه، كل شيء تالم معاه، كل شيء غيحس به، كل شيء غيتصلوا بك ان شاء الله، وغادي غيتواصلوا معك، وما غيشكلوا قوه في الدعم النفسي اللي ان شاء الله تداوى به. شنو هو الطموح ديالك انت؟ بغيتهم بخير، ادعيو معايا، دعوة الخير وصافي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، زكريا لازال متأثر بشكل كبير، وهو طبيعي جدا لأنه داكشي اللي داز عليه ليس بالأمر الهين. مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم زكريا وتطلبوا الله عز وجل وجل المغاربة أنهم يتواصلوا مع زكريا ويحفزوه بأنه ماشي نهاية العالم هذاكشي اللي فات، وهو باقي في الدنيا، وممكن أنه يرجع زكريا القديم اللي محبوب في العائلة